بقديم الزمان كان هناك أختين مانجيتا ولارينا تعيشان بكوخ صغير. كانت مانجيتا تعمل بجد، تعمل مع والدها بالبقالة. أما لارينا كانت تحب السفر والاستمتاع. عندما تمل تذهب لتنظر لنفسها بالنهر وتمشط شعرها. اليوم أنا أجمل من أختي مجدداً. وبيوم ذهب والد مانجيتا ولارينا لرحلة طويلة. استاءت مانجيتا كثيراً لرحيل والدها، أما لارينا كانت سعيدة. والآن أستطيع المكوث عند النهر حتى الصباح. بعد مغادرة والدهما بدأت مانجيتا تعمل بجد أكبر. كانت تكنس الأرضية بالصباح وتصنع الحساء اللذيذ ظهراً وتعلق الغسيل. أما لارينا تقضي وقتها بإحداث المشاكل لأختها كإلقاء القمامة على السجاد، صب ثلج بارد في الحساء. لماذا لا يزال الحساء بارد؟ ولماذا هذا السجاد متسخ؟ لقد نظفته للتو. الحيوانات التي تطعمينها هي السبب في ذلك. بيوم ذهبت لارينا للتمشية بالغابة. كانت تجمع الفاكهة غير الناضجة وتلقيهم بالنهر. بهذه الأثناء كانت تسير عجوز ببطء وتقترب منها. مرحبا أيتها الجميلة، أنا جائعة، أيمكنك إعطائي الفاكهة؟ أعطت لارينا للعجوز الفراولة غير اللذيذة التي جمعتها. سيدتي يمكنك أن تأكلي كما تشائين، فهذه هي أشهى فراولة بالعالم. بمجرد أكلهم شعرت العجوز بتوعك. هل هذه الفراولة لذيذة؟ أوه، على كل شكرا لك. عادت لارينا لبيتها ونامت العجوز مكانها. وبينما مانجيتا بالخارج تقطف الخضروات للغداء، رأت العجوز المريضة وفورا أخذتها لمنزلها ووضعتها بالسرير. ماذا تفعل هذه العجوز ببيتنا؟ إن رائحتها قذرة. لا تقولي هذا لارينا، إنها مريضة للغاية، علينا أن نطعمها طعاما صحيا حتى تشفى. أحضرت مانجيتا الحساء الساخن وشاي الأعشاب للعجوز، بينما تسللت لارينا وألقت بالحساء ووضعت الطين بالشاي العشبي. لارينا، هل أنت من وضعت الطين بالشاي العشبي؟ أخبريني هيا الآن. لا، ليس أنا، إنها السيدة العجوز من فعلت ذلك. خلال أيام تعافت السيدة العجوز. أنت فتاة طيبة مانجيتا، إذا مرضت بأي وقت عليك أن تأكلي هذا التوت يوميا وستشفين في الحال. تعبت مانجيتا من توليها أعمال المنزل لفترة طويلة. مرضت ومكثت بالسرير. لارينا، أيمكنك أن تحضري لي التوت الذي أعطتني إياه السيدة؟ لكن لارينا أكلت كل التوت لوحدها. لا يوجد شيء هنا، الطيور التي تطعمينهم قد أكلوها. مرضت مانجيتا أكثر وأكثر ونامت غارقة بالعرق، بينما لارينا ذهبت لتمشط شعرها وظهرت العجوز أمامها مجدداً. هاي أيتها الصغيرة، أين هي أختك؟ لقد عبأت الفاكهة وذهبت إلى العمل. ها، ما شأنك أنت؟ أدركت العجوز أن لارينا تكذب وعلى الفور ذهبت للمنزل لتراها. عندما رأتها العجوز استاءت كثيرا وبكت طويلا. كانت لارينا تراقبهم من النافذة وتضحك. عندها تحولت العجوز لجنية جميلة. اندهشت لارينا لرؤيتها ودخلت المنزل فرحة. أنت جنية؟
لقد فتحت لك المنزل، أنت تدينين لي. أعطيني أجمل شعر بالعالم بسرعة. استخدمي السحر الآن وحققي أمنيتي. لكن عندما رأت الجنية لارينا بالمرة الأولى، حولت نفسها لعجوز لتختبر صلاحها. لقد أعطيتك فرصة لفعل الخير، لكنك دوما تفعلين الشر. ثم لوحت بعصاها السحرية من الجانب للجانب، وتحول شعر لارينا كاللبلاب. شعري، ماذا حدث لشعري؟ إنه قبيح للغاية الآن، ساعدوني. ركضت لارينا للنهر بخوف ونظرت لشعرها بينما تطير الحشرات منه، وعلق شعرها بالأرض فجأة. لقد أصبحت قبيحة للغاية، لا أريد النظر لنفسي مجددا. أطعمت الجنية مانجيتا بالتوت وتعافت وفتحت عينيها. شكرا لك جنية، أنا أشعر بتحسن كبير الآن. لوحت الجنية مرتين بعصاها، وتحول الكوخ الصغير إلى قصر مذهل. اندهشت مانجيتا لرؤية هذا القصر الرائع. الإحسان جزاؤه الإحسان، هذا القصر هو مكافأتك. شكرا لك جنية، لكن ماذا عن أختي؟ ماذا حدث لها؟ ستظل أختك إلى الأبد تحدق في شعرها القبيح بجانب النهر. لكن أنا أحب أختي كثيرا، ما الفائدة من العيش وحيدة بهذا القصر الضخم بدونها؟ أعطنا حياة سعيدة بكوخنا الصغير مجددا جنية، هذا كل ما أتمناه منك. سعدت الجنية عند سماعها لكلام مانجيتا، وحولت القصر الضخم مجددا للكوخ. ثم ذهبت إلى لارينا وأعادت شعرها لهيئته السابقة الجميلة بعصاها السحرية، وتعانق بسعادة. لقد أنقذتني، أنا آسفة للغاية، سأكون شخصا جيدا منذ الآن، أعدك. فهمت لارينا بهذه اللحظة أن السعادة بمساعدة الآخرين تستحق كل شيء، لأن السعادة تصبح أكبر عندما نشاركها. فتاة الإيواز، في قديم الزمان كانت تعيش ملكة مع ابنتها في أجمل قصر بالمدينة. كان لدى الأميرة جنية تحبها كثيراً، وهذه الجنية دائماً تحميها. وعندما وصلت لسن الزواج، ذهبت لكي تتزوج من أمير مدينة أخرى. أعطت الملكة لابنتها صندوقاً مليئاً بالمجوهرات لتأخذه معها لهناك. إذا أدرك أي أحد كونك أميرة ستتعرضين للأذى، لذلك ستذهب مساعدتي معك بدلاً من الحارس. وأعطت الجنية للأميرة هدية، حصاناً يتكلم يدعى فلادا. أنا سعيد لخوض الرحلة أميرتي. أود إعطائك شيئاً آخر يا أميرتي. وأعطتها منديل بثلاث نجمات. هذا منديل سحري خصيصاً لك، استخدميه وقتما تحتاجينه. ودعتهم الأميرة وامتطت حصانها فلادا، وامتطت المساعدة حماراً. وبعد ساعات تعبت الأميرة من السير بالغابة، وتوقفت لتأخذ قسطاً من الراحة. أشعر بالعطش، هل أعطيتني بعض الماء من فضلك؟ شربت المساعدة كل الماء. آسفة، كنت عطشة وشربته، جدي ماء لنفسك، فأنا لست خادمتك. تفاجأت الأميرة من تصرف المساعدة، لكنها لم تعقب وأكملت طريقها. وبعد مرور بعض الوقت توقفت الأميرة. مساعدة الملكة، هل أحضرت لي بعض الماء من فضلك؟ آسفة، أخبرتك أنني لست خادمتك، انزلي من الحصان واجلبي الماء لنفسك.
نظر فلادا والأميرة لبعضهما باستغراب. أتعلمين؟ بدأت أتوجس من هذه المساعدة، خذي حذرك منها. نزلت الأميرة من حصانها وبدأت تشرب بيديها، وهنا تكلم منديلها السحري. كوني حذرة، هذه المساعدة شريرة. وبينما تنحني الأميرة لتشرب، سقط المنديل السحري في الماء. هولا! وبمجرد رؤيتها لذلك، استغلت المساعدة الفرصة. ليس لديك أي قوة الآن، من الآن فصاعداً أنا من سيعطي الأوامر، وأنت ستفعلين ما أقول بالحرف الواحد. هيا اخلعي ملابس الأميرات هذه، وخذي ملابس سخيفة تلك وارتديها. أنا الأميرة الآن، لو أخبرت أي أحد سأسجنك. لم تكتفي المساعدة بارتداء ملابس الأميرة، بل إنها أخذت حصانها فلادا وامتطت الأميرة الحمار وتبعتها ببطء. وصل لقصر الأمير، ظن أن المساعدة هي الأميرة ودعاها للدخول، ولاحظ وجود المساعدة والتي هي الأميرة الحقيقية. حسناً أيها الأمير، إنها فقط مساعدتي، ليس عليك أن تدعوها للدخول. من الأفضل أن تعطيها عملاً يذكرها بكونها مساعدتي. فأعطاها عملاً مع فتى يدعى كونراد لرعاية الإوز. بمساعدة كونراد ستصبحين راعية إوز أيضاً. أميري، هل بإمكانك أن تلجم هذا الحصان بالقيود؟ لقد كان على وشك أن يلقيني من عليه. استدعى الأمير مساعدة وأمر بتقييد الحصان بالحظيرة. لقد كانت تحاول بأقصى جهدها ألا يكشف خداعها للأمير. حزنت الأميرة الحقيقية على حصانها كثيراً، وذهبت مباشرة للحظيرة كي تراه، ووجدت حصانها المسكين فلادا مقيداً. أوه فلادا، ماذا فعل بك؟ إذا سمعت أمك الملكة بما حدث ستكون حزينة جداً يا أميرتي. وبحزن تركت الأميرة حصانها وبدأت برعي الإوز مع كونراد. جلست على صخرة لترتاح قليلاً، وبدأت بفك المشابك الذهبية بشعرها الجميل. عندما رأى كونراد هذه المشابك الذهبية أراد أن يأخذهم لنفسه. مشابك شعر ذهبية؟ أريد هذه المشابك الذهبية. أترك شعري. حبي يا رياح، حبي بسرعة وقوة في الحال، وخذي قبعت كونراد إلى الجبال. وفي هذه الأثناء هبت رياح قوية وأخذت قبعة كونراد بعيداً. وبعد ملاحقته القبعة التي طارت نحو الجبال، أمسكها كونراد أخيراً. ربطت الأميرة شعرها مجدداً وأخفت مشابكها الذهبية. وبعد أن أنهيا عملهما برعاية الإوز حتى الغروب، توجهت الأميرة وكونراد نحو القصر. ذهب كونراد للملك مباشرة. لا أريد العمل مع هذه الغريبة مجددا. لما يا كونراد؟ إنها مجنونة، تتحدث مع حصانها وقد أطارت قبعتي وسخرت مني، إنها لا تعمل أبدا. دب الشك في نفس الملك بعدما سمعه. وفي اليوم التالي تبع الملك الأميرة خفية. ذهبت الأميرة أولاً للحظيرة لتتحدث لحصانها فلادا. لم يصدق عيناها عندما رأى الحصان المتكلم. ثم تبعهما الملك إلى المرج
أين يرعيان الإوز؟ واختبأ خلف الأغصان. وبعدها رأى مشابك الأميرة الذهبية. هبي يا رياح، هبي بقوة في الحال، وخذي قبعة كونراد إلى الجبال. بعدما أنهت هذه الكلمات هبت رياح قوية وأخذت قبعة كونراد مجددا. ركض كونراد خلف قبعته للجبال، ثم خبأت الأميرة مشابكها الذهبية بشعرها مجددا. برؤيته لكل ذلك كان الملك متفاجئا جدا وعاد لقصره في الحال. في المساء استدعى الملك الأميرة وسألها عن حصانها المتكلم ومشابك شعرها الذهبية والرياح القوية، وبدأت الأميرة بالبكاء. لا أستطيع إخبار جلالتكم، لو أخبرتكم سأذهب للسجن. لا تخافي من قول الحقيقة يا فتاة، أخبريني. أخبرت الأميرة الملك بكل شيء حدث معها منذ البداية. إذن أنت الأميرة الحقيقية، لا تخافي، لن يصيبك أذى، هيا حضري نفسك كأميرة. استدعى الملك ابنه الأمير في الحال وأخبره بكل شيء. وفي نفس الليلة أقام الأمير حفلة بدون إخبار الأميرة المزيفة بأي شيء. جلست الأميرة الحقيقية والأميرة المزيفة كلا منهما على جانبي الأمير. كان جمال الأميرة الحقيقية ساطعا ولم تتعرف عليها المساعدة. من هذه الفتاة؟ وماذا تفعل بالحفل؟ من أين لها هذه المجوهرات والفستان الرائع؟ نبلاء القصر، لدي قصة لكم، أعيروني الانتباه. بدأ الملك بسرد ما حدث كما لو أنها حكاية شخص آخر، وفي النهاية سألهم عن كيفية عقاب الذي يخدع الناس ويكذب عليهم. أقصى عقاب للكاذب أيها الملك، يجب أن يتم تقييدها جيدا وأن تسجن للأبد. هذا رأيك؟ لكنك أنت الكاذبة في هذه القصة، لقد قمت بالحكم على نفسك. أيها الجنود، خذوا الكاذبة من هنا فورا. لاقت المساعدة عقابها الذي تستحقه لتخريبها حياة الأميرة بالكذب. وتقدم الأمير لخطبة الأميرة هذه الليلة. ثم ذهب معا إلى الحظيرة وأنقذ فلادا الحصان المتكلم. لقد ظهرت الحقيقة أخيرا أميرتي، لو رأت أمك الملكة هذه اللحظة لبكت من السعادة. وبدأت الأميرة مع الأمير حياة جديدة، وهما الآن سعداء جدا. وكانت جنية الأميرة الطيبة دائما معهم لتحميهم من الشر.